مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقينا اتصال من الأخ الحسن. الأخ الحسن فاقد البصر، ما تيشوفش. الأسباب والمسببات كما صرح لينا أنه خدع عقوبة سجنية 5 سنين. هو الحرفة ديالو نجار، تكتشف أنه عنده تهمة ديال السرقة، هو تيقول لك أنا ما درتش هذا الذنب، وهذا من بين الاسباب اللي ضعفت البصر ديالو، ما بقاش كيشوف. خرج من السجن ما تيشوف. شوفوا معايا القصه. سي الحسن، جينا عندك اليوم، عاود لينا القصه ديالك. دابا انا كنت خدام في مع واحد السيد، زيد لواحد البريكول واحد الفيلا. من زيد داك البريكول لداك الفيلا، زاو لي البوليس الغد، زاو قال لي راه ديتي شي حاجه. مني داوني داوني لابيزي. من داونا لابيزي ضربوني، صافي داوني لابيزي ضربوني، داوني للسجن. انا ما عرفت سنيت، مني سنيت صافي دازت واحد السيد واقف صامبر عنده مباد ولا ما عرف ايه دام، يدك منه واقف علينا انا ضربني. هادشي في السجن. وشكون هو اللي ضربك؟ اش كيدير هذا؟ مسجون تا هو، سميتو ما بغيتش انا السميه ديالو. انا مسجون هو، يعني واحد هو مسجون. اش من عقوبه عنده؟ عنده قاتل بزاف ديال الناس، من عاد الناس بزاف. صافي ضربني داوني للسبيطار. من داوني للسبيطار لقيتني اليوم غدا نهار وليت ناكل البريكات. هادشي ضعت في حياتي، كليت الحزرت ان بيتر وضريت في صحتي. لقيت انا اللي ساعدني دابا تا من خرجت ضربت 4 سنين ونص، خرجت ما تنسوفش. مني دابا خرجت ما تنسوفش، مشيت للجمعيه لاداره الجمعيه ديال الحباس، هادشي قالوا لي حنا نتابعو معاك، ما داروا معايا حتى شي حل. دابا السي الحسن، انت الوضع ديالك انه من السجن خرجتي ما تتشوفش. تنشوف. شكرا لك، غادي نشوف الاخت ديالك تقدر هي تشرح لنا الامور كما يجب اكثر. الا كان ممكن اختي فتيحه شرحي لنا الواقع ديال الاخ ديالك. السلام عليكم، وسمحوا لنا على هذا الاجهاز اللي جيتو من بلاد بعيده. وقفوا مع هذا السيد، راه يتيم ما تيشوفش بعينيه، ودابا راه ولا عنده حتى مرض نفساني. دابا حنا تنطلبوا منكم تعاونوه عمليه، الله يرحم لكم الوالدين. راه ما تيشوفش بعينيه، دوز الحبس وخرج ما داروا معاه حتى شي حل. هاد الولد راه يتيم، دابا هو في الحبس تدمر، ما بقى تيشوف من مره. الله يرحم الوالدين. شكرا لك. غادي نشوف سي الحسن، نسمعوا النداء ديالك. شنو الطلب ديالك للمغاربه؟ الطلب ديالي انا بغيتها عيني كما كانت ترجع، الله يرحم لكم الوالدين. انا حياتي تدمرت، صحتي تنبقى نضرب راسي. بعد ما رمضان تتشوف من واحد كنت غادي بعيني، انت تنبقى غادي تنضرب في الصحافره، تنقول تنتعصب بوحدي. الدواء تيخرجوا لي غالي، كاينه بال 21 16 الف. عندي الراميل، عندي الراميل تندوز فابور، والدواء اللي عندي غالي. هاد العمليه اللي طلبوا لكم قالوا لكم بالامكان انه ترجع ليه العين ديالو؟ هادشي اللي قالوا، قال لك تولي لي عينه. اه، شحال هاد المبلغ اللي قالوا لكم باش ترجع ليه العين؟ سيري حتى 5 مليون باش تكون عينه العمليه، وحنا ما عندناش اخويا، الحاله ضعيفه. الله يجعل ربي يوقف معاكم. هو كيفاش داير في العامل النفسي ديالو؟ شويه بان ليا معصب، راه ولا عنده مرض نفساني، ولا مرض نفساني. الله يرحم الوالدين ويخرج سيرفيسكم على خير. شكرا لك سي الحسن، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا القصة ديال السي الحسن، هو يتكلم عن البراءة ديالو. حنا ما يهمنا في الموضوع هو الشق الإنساني. السي الحسن فقد البصر ديالو، العامل النفسي طاغي عليه بشكل كبير. كاينة تأثيرات هنا في المنزل، بعض السلوكيات صراحة اللي كتعودنا الأخت ديالو، اللي نتمنى ونطلب الله عز وجل وجل المغاربة أننا نضافر الجهود بيننا ونساعدوه في هذه العملية وفق المستطاع. مشاهدينا الكرام، كما نقول دائما، المعاملة تكون بين ذاك المحسن وذاك المحتاج. هذا هو ما يهمنا في الموضوع، والله عز وجل هو اللي كيخلص الجميع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.